حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده حط شخص في بالك واعرف الشخص ده خباياه ايه عنك، يعني مخبي ايه عنك، او مش عاوز يعرفك بايه، او مش عاوز يقولك ايه. كمان عايزين نعرف الشخص ده يا ترى رغباته وخططه ليك ايه في الفترة الحالية، واللي جواه من مشاعر ليك، يعني هنعرف عنه كل حاجة. اذا كان مخبي عليك حاجة، إذا كان رغبته فيك ليه رغبة معينة، خطته ليك في الفترة القادمة ممكن برضو تكون حاجة غير اللي انت بتفكر فيها. كمان الشخص ده ممكن يبقى مشاعره ليك ايه بالظبط. القراءة دي هتكون بأول حرف من اسم الشخص أو باختيار الأحجار. الحجر الأول هيكون حجر التايجر آي، مجموعة رقم 2 هتكون بالصدفة، صدفة البحر. هتختار بالأحجار يبقى أول حرف من اسم هذا الشخص. طيب تعالوا بينا كده نبتدي القراءة بالطاقة بتاعتك حاليا، عشان الطاقة لو ما انطبقتش بنسبة كبيرة تبقى تشوف مجموعة رقم 2. تعالوا بينا كده نشوف طاقة مجموعة رقم 1 يا ترى عاملة ايه دلوقتي. اوكي، انت ممكن تكون مولود يوم 5 او يوم 21 او يوم 20، شو الارقام دي طالعه لي. ممكن تبقى 21/5، 20/5، او يوم 5 بالتحديد. اوكي طيب، ايه اللي في طاقتك حاليا؟ انت حاليا بتشعر انك في حاجه كده مش مظبوطه في حياتك، حاسس ان انت مش مظبوط، حاسس ان عندك احساس كده غريب، متضايق، زعلان، حاسس بخنق، حاسس بملل، حاسس بشعور كده متعبك، تمام؟ حاسس ان كل حاجة في حياتك مش لاقيلها حل ومش لاقيلها مخرج. انت مصاب بالحسد، مجموعة رقم سوري 1، كنت هقول 2. انت مصاب بالحسد ومصاب بعين حاقدة عليك. الناس بتغير منك في محيطك الحالي، بتغير منك وحاقدة عليك، فبالتالي بيجي لك منهم طاقات حسد. طب طاقات الحسد دي بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك الخنقة، بتعمل لك الزهق، بتعمل لك احساس بالاكتئاب، احساس انك عايز تبقى لوحدك. تيجي مثلا تبتدي حاجة تروح قاطعها وساكت، مثلا تقول انا هقوم دلوقتي اعمل اكلة معينة، في تيجي كده في نص الاكلة وتروح سايبها وقافل عليها ورايح تقعد في حتة تاكل اي حاجة. ما بتكملش حاجة ابتديت فيها، الشغف بيتقطع يعني، تمام؟ فدي من طاقات الحسد والحقد اللي حواليك. في ناس حقدة حواليك وبتحسدك، تمام؟ شايفة كمان ان انت في طاقة تفكير كتير قوي قوي قوي، بتفكر الفترة دي و راسم حاجة في دماغك عاوز تعملها الفترة الجاية، بس حاسس ان انت متكتف، حاسس ان ايديك متكتفة، مش قادر تعمل الحاجة دي، بس انت في حاجة راسمها في دماغك الفترة دي انك تعملها، سواء حاجة تخص العمل، حاجة تخص حياتك الشخصية، سواء حاجة تخص حياتك العاطفية، اي حاجة انت ناوي انك تعملها او بتفكر فيها عشان انت عاوز تعملها. طيب بيقولك ان انت محتاج تعمل تأكيدات ايجابية. يعني ايه تأكيدات ايجابية؟ يعني تقول لنفسك انا احب نفسي مثلا، او انا جدير بالثقة، او انا بمتن باللي انا عملته ووصلت له لحد دلوقتي، انا شخص جميل، انا اشعر بالسعادة، انا اشعر بالصحة، انا اشعر بالشجاعة. شوف الحاجة اللي ناقصاك او حاسس ان هي مش بتكمل عندك او فيها مشكلة، واعمل عليها تأكيدات ايجابية. انت محتاج ان انت تعمل كده الفترة دي. بيقولك كمان تنفس بعمق، جايلك مسج بتقولك خد نفس وطلع كل الطاقات السلبية. يبقى فعلا انت عندك طاقات سلبية، ويمكن كمان كلمة تنفس بعمق دي ممكن نقول ان هي ممكن تحس ان انت بتحس بخنقة،
تحس بضيق تنفس مثلا، تحس ان انت قاعد مره واحده كده، تحس ان انت اتخنقت، فساعتها هدي نفسك كده وخد نفس عميق واطرد، او حس ان انت بتطرد كل الطاقات السلبيه اللي جواك. يعني لو انت حاسس ان انت قاعد تعبان، خد نفس بعمق وفكر ان التعب ده بيخرج منك، بيطلع بينتهي. لو انت حاسس انك مكتئب او زعلان، حس ان الزعل ده على هيئة حاجة وبتطلع من جسمك وانت بتتنفس بالعمق بعمق. اوكي، عندي كمان رقم 24 او 25 ممكن يكونوا في تاريخ ميلادك. يعني عامة انت ممكن تبقى حاجة وعشرين، يعني تاريخ ميلادك حاجة وعشرين، لان كل العشرينات طلعالي، وخصوصا لو حاجة وعشرين خمسة، فالطاقة دي بتاعتك. او لو عندك 46 سنة، او عندك مثلا 25 او 24 سنة، برضو الارقام دي طلعالي. طيب هنا نشوف بقى الشخص اللي في بالك بأول حرف من اسمه ده، الشخص اللي حطيته في بالك النهاردة. يا ترى الشخص ده خبايا ايه؟ مخبي ايه؟ او خبايا ايه تجاهك؟ يعني اذا كان ده يطلع او ده يطلع فكويس، يعني اي حاجة خبايا تجاهك او خبايا عامة. طيب عامة أنا شايفة إن الشخص ده يمكن مخبي علاقة سابقة كانت في حياته، يمكن ما حكلكش عليها. طيب هو ممكن فعلا، أنا كنت المفروض أقول كده في أول الفيديو، بس ممكن يكون الشخص ده اللي دلوقتي بالنسبة لك إيه؟ حبيب، صديق، بس الصديق مش صديق في بينكم صداقة، لأ في بينكم إعجاب، أو حبيبك، شريكك، شخص انت معجب بيه حاليا، وفي بينكم يعني تلميحات واضحة بالإعجاب، أو التلميحات مش واضحة، يعني مش واضحة قوي، أو ما بين أو لأ، يعني انت مش قادر تحدد. أوكي، الشخص ده مخبي علاقة سابقة كانت في حياته، زي ما تقولوا كده هو ردم عليها، يعني حطها في حاجة وقفل عليها ومش عاوز يتكلم عنها نهائي، أو مش قادر انه يتكلم عنها. وان هذا الشخص حكى لك عن العلاقة السابقة اللي كانت في حياته، فهو ما بيحكي لكش الحقيقة. لو قال لك انه نسي العلاقة السابقة، او انه ما بيفكرش في العلاقة السابقة، فهو كده بيخبي، لان هذا الشخص طلع له علاقة سابقة بيفكر فيها حاليا وهو مخبي. العلاقة دي ما بيبيناش، او ما بيبينش ان هو بيفكر فيها او لسه معاه. طيب هل بيفكر في العلاقة دي بحب؟ لا، بيفكر بالعلاقة دي بندم، باكتئاب، بزعل، بخيبة، يعني حاسس ان دي نقطة سودة في حياته. مش بيفكر في الشخص، ولكن بيفكر في تبعات الانفصال ما بينهم، او اللي حصل له بسبب هذه العلاقة، يعني السيوف اللي خدها، الألم اللي أخده من العلاقة دي، المشاعر بتاعته اللي اتهدرت على الفاضي. ممكن على فكرة تكون انت حاطط في بالك شخص وانت عارف انه مطلق، انت عارف انه طالع من علاقة او فاسخ خطوبة، تمام؟ فانا شايفة ان الشخص ده بيخبي عليك ألمه القوي من العلاقة دي. طيب ممكن يكون ما حكلكش اصلا عنها، وممكن يكون لما بيحكي عنها بيقول علاقة وراحت وانا ما كنتش بحب هذا الشخص، وكان بالنسبة لي عادي وما كانش فارق معايا، والكلام ده كله غلط، الكلام ده كله غلط. الشخص ده كان فارق معاه جدا وكان بيحبه جدا، والشخص ده يعني اداله ألم قوي، وهو مش عاوز يعترف ومش عاوز يقول حتى لنفسه انه واخد ألم قوي من هذا الشخص، وانه يعني بالنسبة له عادي، ولكن لا، ده حاجة مخبيها. ممكن يكون معرفك انه كان في حد في حياته، وممكن يكون مش معرفك خالص، ولو معرفك هيقولك انه عادي، لا هو مش عادي، فدي حاجة هو مخبيها الشخص ده. طيب مخبي ايه تاني؟
الله طيب، شايفة ان الشخص ده عنده وشين؟ هو مبين لك وش واحد بس لحد الآن، الوش التاني انت ما شفتهوش وما تعرفوش، في وش هو مخبيه عنك انت ما تعرفوش. الشخص ده لجميع الطاقات بيغير عليك جدا، فإذا كان بيبين نبذة عن غيرته فدي يعني حاجة بسيطة، أو إذا كان بيبين غيرة وانت شايف أو حاسس ان الشخص بيغير عليك، لا دي حاجة بسيطة، هو أكتر من كده بكتير، ودي حاجة مخبيها عليك، خباياه اللي جواه انه بيكون متأثر قوي وغيران قوي عليك لو حصل موقف قدامه او لو حس ان في حد جنبك او حواليك، بيبقى متأثر وغيران جدا. شايفة على فكرة هذا الشخص بيفكر فيك تفكير رسمي، تفكير عملي، ويمكن انت مش في بالك كده خالص ومش بتفكر في كده خالص، وبتقول من ربع مستحيلات، خصوصا لو انتوا كراش وفي بينكم كلام قليل، انه يكون بيفكر فيك كعلاقة رسمية او كعلاقة زواج. كعلاقة زواج ممكن تكون انت شايل الموضوع ده من دماغك، او مش حاطه، او مش عاوز يكون عندك امل او كده، ولكن هو من خباياه الداخلية اللي مخبيها انه بيفكر فيك كاستقرار وزواج. طب هتقولي هو بيفكر فيا كاستقرار وزواج، هو لسه بيفكر في الشخص القديم اللي كان في حياته؟ هو ما بيفكرش في الشخص بحد ذاته كشخص، هو بيفكر في اللي حصل له، في الواقعة اللي حصلت له، في الضربة اللي جات له، في الألم اللي جاله، ده منسهوش ومش عارف ينساه، وعلى طول بيفكر فيه ومخبيه لأنه مش عاوز يعترف إن هو اتألم، اتألم يعني قوي. ولكن انت بالنسبة لك انت اللي مخبيه عنك الغيرة عليك، واللي مخبيه عنك انه نفسه يكون او شايف ليكم مستقبل مع بعض، والمستقبل ده يكون رسمي materials على أرض الواقع، مش كلام، سواء شريك بقى، سواء شخص بتحبه، سواء كراش انت معجب بيه، هو شايف ده، شايف ان ممكن يبقى في مستقبل انتوا الاتنين مع بعض، او ان انتوا تصلحوا لبعض، خصوصا انه بيغير عليك، ومعنى انه بيغير عليك يعني متعلق بيك. تمام، الشخص ده ممكن جدا يكون من برج القوس على فكرة، او برج الميزان، برج القوس او برج الميزان، بس هو ما بياخدش قراراته بسهولة، يعني مش بيفكر في حاجة تاني يوم يعملها، لا الشخص ده بيقعد كتير عبال ما ياخد الخطوة اللي بيفكر فيها بقاله زمن، يعني ياخد قراراته بعناية وبدراسة قوية، يعني مش كده وخلاص. اوكي، سواء بقى هو برج ناري او برج ترابي او برج مائي، يعني معروف ان برج الناري بياخد خطوات بسرعة، لا حتى هو لو برج ناري زي برج القوس، لا مش هياخد قرار بسرعة، لأن طبعا البرج بيأثر، ولكن برضو الشخصية واللي حصل له من في حياته بتأثر عليه، هو اللي حصل له من شخص كان في حياته مش قليل، علشان كده هو حاليا بياخد القرارات بعناية وبدراسة قوية. على فكرة الشخص ده شايفك إن أنت إنسان يعني دواء، أنت دواء ليه ومرهم، يعني بتتحط على الجرح، هو شايفك كده، أنت طبيب ليه، بيشعر جنبك بالراحة، بيشعر جنبك انك بتداوي الامه اللي يمكن انت ما تعرفهاش او ان هو مش حكي لك عنها. اوكي طيب، رغباته وخططه ايه بقى الشخص ده تجاهك؟ يا ترى رغباته وخططه تجاهك ايه؟ وعايزين نعرف المشاعر، ماذا يشعر تجاهك هذا الشخص؟
الله الله، على فكرة الشخص ده مجموعة رقم واحد. الشخص ده كان واخد قرار او حاطط كده بلان في دماغه مثلا انه مش هيخش في علاقة ومش هيتجوز مثلا، يعني خلينا نقول انه هو كان مقرر انه هو هيفضل لوحده بعد اللي حصل له. اوكي، الشخص ده بقى لما شافك، لما قرب منك، لما كلمك، ممكن لما شافك بس من بعيد، يعني كان في بينكم تواصل نظرات بس، الشخص ده حس ان في حاجة غريبة بتشده ناحيتك، حس ان في رابط روحي ما بينكم، حس بانجذاب رهيب. وكمان اما يطلع لي الكارت ده معناه انه شايف وحس ان انت عوض ربنا ليه، او الحظ، او الحاجة اللي ربنا بيديها له كده هدية، او بيقوله خد انا عوضتك مش هذا الشخص انه يكون معاك. حاسس ان ربنا بيطبطب عليه بيك. الشخص ده بيحبك على فكرة، يعني مش قادرة اقول حاجة اقل من كده. لا، الشخص ده بيحبك بيحبك، وفي مشاعر كتيرة قوي جواه ناحيتك. واحنا هنا بنتكلم عن رغباته وخطته، وبصراحة طلع لي كارت التين اوف كابس، وكارت التين اوف كابس معناه الزواج. فالشخص ده يمكن رغبته ان هو يتزوجك او يكون معاك علاقة ابدية، يعني علاقة على طول. مش عارفة ليه شفت الاغنية بتاعت شيء من بعيد ناداني واول ما ناداني جرالي ما جرالي. انا شايفة ان القصة بتاعت مجموعة رقم واحد في الاغنية دي، هو فعلا الشخص ده حاسس كده. ولو انت متعرفش الاغنية اسمعها، يعني حد من بعيد ناداله، اللي هو انت ناديت له من بعيد من غير يمكن ما يشوفك او ما يتعرف عليك، بس كان حاسس بطاقتك بتقرب ناحيته، واول لما شافك او اول لما قابلك جراله ما جراله، حس بقى غير خطته اللي هو يعيش طول حياته لوحده، او ان هو مش عاوز او ما بيفكرش دلوقتي في الارتباط او الزواج او الحب او ايا كان. تمام. الله، على فكرة مجموعة رقم واحد، يعني إن شاء الله أنت يكون ليك نصيب مع هذا الشخص اللي أنت حطيته في بالك، يكون ليكوا نصيب مع بعض إن شاء الله. دي بشارة، بشارة وفتحة خير، وفي انتقال من علاقتكم دي. في انتقال يعني إيه؟ يعني في ستيب هتتاخد في العلاقة دي، في حاجة هتتاخد في العلاقة دي. وأنا شايفة إن أنتوا علاقة توأم روح، علاقة أبدية وعلاقة قدرية، ومن أول لحظة ما بينكم أنتوا انجذبتوا لبعض، يمكن من غير ما تشعروا، ويمكن من قبل ما تشوفوا بعض كمان، وأنت حاسس إن في حد بيناديلك وهيقرب من طاقتك أو هيتكلم معاك أو كده. أول ما شفته حسيت برابط روحي، هو الشخص ده. ممكن يكون من برج الحمل وبرج الجوزاء وبرج العذراء وبرج السرطان. خطته إنه يتجوزك الشخص ده. مشاعره ايه؟ المشاعر، ايه المشاعر دي؟ الله 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 الله، غيرة، عنده مشاعر غيرة تجاهك، عنده مشاعر ان انت مسيطر على تفكيره حاليا في الفترة دي. ولو انتي امرأة فهو بيشوفك الزوجة والأم، وبيشوف فيكي الأنوثة، بيشوف فيكي انه يخلف منك أولاد، بيشوف فيكي الجمال، بيشوف فيكي الإنسانة ملامحها بتجذب أي شخص ليها. تمام، دي مشاعره. ولكن انا شايفه الكارت ده بيقول ان هو خايف، خايف من مشاعره، او خايف ان القرب او انه يعترف او انه يتكلم يلخبط اللي جواه خالص. انا حاسه ان دي علاقه كراش، مش عارفه يعني، حاسه ان دي علاقه كراش. هو لسه مش متاكد من مشاعرك ليه، لسه الشخص ده مش متاكد، بس هو عنده مشاعر كتير قوي ليك، ويمكن كمان بيتخيلك معاه لحظات رومانسية، انتوا قاعدين مع بعض تبصوا بعض، يعني هو بيتخيلك معاه، يمكن كمان بيحلم بيك الشخص ده. والشخص ده يمكن عاوز يلمسك، يمسك ايدك، اسف على صوتي، يمكن عاوز يلمسك يمسك ايدك، يعني يكون في بينكم قرب. اوكي، كمان هنا طلع لي برج الحمل وبرج الميزان.
اوكي، لو انتم مش عارفين الاغنيه دي روحوا اسمعوها. الشخص ده انا شفت القراءه وحسيتها ان الاغنيه دي بتمثله جدا ناحيتكم. على فكره هو يمكن خايف من اللي حصل له من العلاقه السابقه واللي لسه بيفكر فيه لحد دلوقتي، لسه التبعات بتاعه العلاقه السابقه بيفكر فيها لحد دلوقتي، موجوع من اللي حصل له، فيمكن هو ده اللي مخوفه بس. ولكن خطته ورغباته تجاهك هي الزواج. يمكن أول مرة في قراءة طارو أقول الزواج، الزواج يعني مش حاجة تانية يعني. طيب، فرحتني مجموعة رقم واحد بصراحة. تعالوا بقى نشوف مجموعة رقم اتنين. أول حرف من اسم الشخص، وتعالوا نشوف طاقة مجموعة رقم اتنين عاملة ايه دلوقتي. انت خايف ومتردد قوي الفترة دي، وبرضه زي مجموعة واحد طلع لهم طاقة حسد، انت كمان عندك طاقة حسد، وممكن يكون المجموعتين بيكملوك او مجموعتين ليك. اوكي، انتوا عندكم طاقة حسد في الفترة دي، وطاقة الحسد دي يمكن موقفة حياتكم ومخلياكم مش قادرين تاخدوا قرار في حاجة، لان عندكم طاقة تردد وحيرة، مش عارفين تعملوا الحاجة دي ولا لأ، زي ما تكون في مفترق طرق، مش عارف تعمل حاجة ولا ما تعملهاش، تاخد قرار في حاجة تاخده خلاص ولا تستنى شوية، يعني في كده شوية لخبطة في الطاقة بتاعتك. أنا شايفة إن أنت عندك طاقة مشاعر تجاه شخص في الفترة الحالية. يا مجموعة رقم اتنين، في طاقة مشاعر تجاه شخص وبتفكر فيه قوي، يمكن هو ده اللي شغلك طول الوقت لأن طالع أول حاجة. انت بتعمل خطط وخطط بديلة، يعني ايه؟ او يعني بتعمل خطة وقبل ما تنفذ الخطة الاولى بتعمل خطة تانية، عشان لو الخطة الاولى ما نجحتش تروح داخل على الخطة التانية، ويمكن بتفكر في حاجة وتشوف رد الفعل ممكن يبقى ايه، ورد الفعل ده انت ممكن تفكر وترد عليه ازاي. انت شاغل دماغك قوي قوي يا مجموعة رقم اتنين، وبتفكر وبتحلل وبتدقق، وكل كلمة وكل حرف حواليك في دماغك بيخش على هيئة كلام كتير ودوشة. انت دماغك مليانة دوشة، دماغك مليانة تفكير كتير، ويمكن عشان كده انت حاسس ان انت غير مستقر. تمام، العلاج بالحلاوة جايلك تنفس بعمق، يعني حاول انت لما دماغك تبقى بالشكل ده، الأفكار تبقى بالشكل ده، تحاول ان انت تغمض عينك وتتنفس وتطلع نفسك، وانت بتحس ان كل التفكير السلبي بيطلع معاك لفوق، بيطلع لفوق زي كده الصورة، كل حاجة بتطلع لفوق. نفس وغمض عينك وطلع كل تفكيرك السلبي لفوق. لو انت دلوقتي بتتفرج على القراءة وحاسس باللي انا بقوله ده، غمض عينك واعمل كده دلوقتي في الطاقة، دلوقتي الطاقة الحالية بتاعتك، لان دي طاقتك الحالية. غمض عينك وحس بكل حاجة سلبية بتفكر فيها طالعة لفوق ماشية، باي باي مش عاوزينها. وهنا بيقول لك يعني انت ممكن تكون محتاج ان انت تشغل بالك في حاجة انت بتحبها، يعني انت لو بتحب الحلويات مثلا، او حارم نفسك ان انت تاكل حاجة معينة، لا كلها مثلا، عامل دايت او مالكش نفس مثلا، او حاسس ان انت في مود مش كويس، لا حاجة اللي بتفرحك، انت شكلك بتحب الحلويات، فلو انت في حاجة بتفرحك او حاجة معينة بتحسسك كده بفرحة داخلية من الاكل او من الحلويات بالذات، اعملها وكلها او اشتريها وكلها. تمام، ما تزعلش نفسك وما تجيش على نفسك وما تضغطش نفسك وما تفكرش بالتفكير الكتير او اللي قصادي ده،
اللي عامل لك عدم توازن في حياتك حاليا. انت ممكن جدا تكون مولود يوم 24 او 20 او 22، او تكون مثلا عندك 24 سنة او 22 سنة يعني، وممكن كمان يكون عندك 46 يعني، طلع لي الرقم ده. بالنسبة للأبراج مش طلع لي برج معين نقوله، ولكن ممكن نقول برج الحوت. تمام، طيب تعالوا بينا نشوف يا ترى الشخص اللي في بالك مخبي ايه عليك، او خبايا تجاهك. يا عيني ده هو مخنوق جدا. اظبط الكروت لاني حطيت الورق اللي فات مقلوب. ده هو مخنوق قوي الشخص ده، يمكن مخبي عليكي انه مخنوق ومتضايق بدرجة كبيرة قوي. بصوا انا شايفة انه لبعض الطاقات منكم الشخص ده هو في حد في حياته، يمكن انت عارف ويمكن انت ما تعرفش، بس ادام طلع لي في مخبي عليك ايه، فيمكن انت ما تعرفش ان في حد في حياته، او هو مرتبط اصلا يعني، ممكن يبقى شخص انت معجب بيه. اوكي، شخص انت معجب بيه بس في حد في حياته وانت ما تعرفش في حد في حياة هذا الشخص جدا يعني. لبعض الطاقات مش كل الطاقات. طيب تعرف منين، او تعرف منين ان الطاقة دي بتاعتك انت؟ تعالوا كده نعمل توضيح طاقة العلاقة الثلاثية. لو انت شاكك ان في حد في حياة هذا الشخص، فنعمل توضيح ونعرف هو مين بالظبط الشخص اللي فيه حد في حياته طالع لنا في الطاقة ده. شخص انت بتتواصل معاه حاليا، تمام، بتتواصل معاه حاليا، ولكن هو دايما في طاقة دفاع عن نفسه، او في طاقة انه عامل يعني فاصل كده بينك وبينه، او بتحس ان هو مش بيعرفك كل حاجة عنه، او بتحس ان هو شوية معجب بيك وشوية لأ، في كده حدود، حاطط حدود. الشخص اللي عامل بينك وبينه حدود وهو في تواصل معاك حاليا، الشخص اللي دايما بتحس ان هو قلقان او مضغوط او عنده معاناة او عنده ارق او عنده ضغط او عنده الم، وانت مش عارف ايه الحاجة اللي مسببه له الم او مسببه له ضغط دي، بس هو ما بيتكلمش معاك على طول ومش بيبعد عنك على طول، لا هو اون واوف. وممكن يبقى الشخص ده هو بعيد عنك في المسافة، وبتتواصل معاه عن طريق شات، بتتواصل معاه عن طريق بتتكلم معاه يعني كده كلام على الشات، ما بتشوفوش. يبقى الشخص اللي ممكن يبقى فيه حد تاني في حياته انت بتتواصل معاه عن طريق شات، مش بتتواصل معاه انك بتشوفه. هو ممكن يبقى في سفر او بعيد عنك في المسافة، ممكن تكون علاقة سوشيال ميديا، ممكن جدا ده في حد تاني في حياته ومش معرفك. تمام، عشان بس ايه نقطع الشك باليقين ونقول هو مخبي على مين بالظبط. العلاقة اللي في بينكم سفر، في بينكم كلام عبر الشات فقط، ما شفتوش بعض او بقالكم كتير ما شفتوش بعض،
دايما في حالة دفاع، حاطط كده حدود ما بينك وما بينه، بيقرب ويبعد ويتكلم معاك، ودايما حاسس انه زهقان وتعبان وملان وقرفان وعليه هموم الدنيا. الشخص ده مش معرفك ان في حد تاني في حياته. طيب لكل الطاقات بقى، الشخص ده مخبي عليك خنقة وحزن وزعل جواه، مش معرفك عليهم او مش عاوز يعرفك على اللي جواه. هو شخص كتوم الى ابعد درجة وغامض جدا، وما بيحبش انه يظهر ضعفه امامك. علشان كده الحزن او الخنقة اللي جواه دي، يمكن الخنقة اللي جواه دي بسبب مرض مثلا حد من عيلته، والده والدته او ايا كان، او بسبب شؤون مالية او مادية. تمام. كمان مش عايز يبين لك. لكل الطاقات بقى، سواء العلاقة الثلاثية او سواء الشخص اللي انا بتكلم عنه في الطاقة التانية ده، لكل الطاقات الشخص ده جواه قلبه، قلبه كله مشاعر، وقلبه كله حب، وقلبه كله عطف وحنان وحنية، ولكن برضه مخبي ده ما بيبينش. انا لسه ما شفتش مشاعره تجاهك، انا بتكلم في العموم. هو شخص يعني حنون جدا، ولكن يمكن بيظهر الجانب القوي اللي فيه، مش بيظهر الجانب ده، لانه بشعر ان مشاعره لما بتظهر هو كده ضعيف. تمام. الشخص ده ممكن يكون من برج القوس او من برج الدلو او من برج العقرب. تعالوا نشوف بقى مشاعره. لا سوري، الأول هنشوف خطته ورغباته ليك، وبعد كده نشوف مشاعره. خطته ورغباته، مجموعة رقم 2، الشخص اللي بتفكر فيه مجموعة رقم 2، خطته ورغباته ايه؟ ايه يا ترى مشاعر هذا الشخص تجاهك ايه؟ ترى خطته ورغبات هذا الشخص تجاه مجموعة رقم 2. الورق وقع مني لخبط. ده انت بتتعامل مع شخص يعني كتاب مقفول. هذا الشخص كتاب مقفول، يعني صعب قوي. الشخص ده تعبك، خصوصا لو كراش لسه ما اعترفش بمشاعره ليك. الشخص ده تعبك جدا. طيب بالنسبة للعلاقات الثلاثية أو الجزء اللي قلت لكم، أنت يعني هو في حد في حياة هذا الشخص وأنت ما تعرفش. الشخص ده خطته أو رغباته إنه إنك تكون أنت معاه والطرف التاني معاه، أنتوا الاتنين، يعني مش هيستغنى عنك ومش هيستغنى عن الطرف التاني. تمام. تبقوا أنتوا الاتنين معاه، أو دي رغباته القادمة ناحيتك يعني، أو خططه القادمة ناحيتك إنه يكون معاك ومعاه. طيب بالنسبة للطاقة التانية أو التانية اللي طلعت، يعني اللي هو الشخص العادي اللي مفيش حد في حياته، اللي بس مخنوق ومتضايق وهو ده اللي مخبيه عنك بسبب أمور مادية، الشخص ده لسه في طاقة اليأس وفي طاقة خيبة الأمل وفي طاقة الخسارة، أو لسه هو مخنوق وزعلان، ولسه هو مش هيبين لك ومش هيقول لك هو زعلان من ايه او مخنوق من ايه، بس هيكون باين عليه الزعل والخنق، لكن مش هتبقى عارف.
الشخص ده يمكن نيته الفترة الجاية أو خططه إنه يبعد أو إنه يكون لوحده شوية، عاوز يبقى منعزل، عاوز يكون لوحده في طاقة انعزال، تمام؟ خصوصا لو انتي بتتعاملي او اللي بيسمع القراءة امرأة، اللي بيسمع القراءة امرأة، الشخص ده هيبعد لفترة وهيبقى في طاقة انعزال كده شوية، ويمكن مش هتعرفي عنه حاجة او مش هيتكلم معاكي او كده. هيطلع من الطاقة دي عنده شغف، عنده احساس بالثقة بالنفس، احساس بالنصر، احساس بالتقدم، ويكون في بدايات، ولكن مش هقول لكم بدايات فيها ارتباط رسمي. بدايات يعني لو كراش ممكن يبقى يبتدي انه يعترف بمشاعره كده، لو هو شريك برضه هيرجع من البعد ده او من الحتة اللي هو فيها لوحده دي، هيرجع ببدايات جديدة يكون فيها شخص كويس، لكن برضه مفيش خطوة. يعني انا مش شايفة ان هو في نيته خطوة هذا الشخص، او في نيته خطة مستقبلية تجاهك في الوقت الحالي، ولكن شايفة انه هيبعد شوية وهيقرب بطاقة فيها حب، فيها مشاعر، فيها رغبة، فيها سيطرة، فيها بدايات جديدة. بس الكتاب المقفول هيفضل كتاب مقفول، واللي جواه لسه زي ما هو جواه ومش هيبان. تعالوا بقى نعرف مشاعره الحالية تجاهك. كله كده يا روحي، الكروت وقعت وحطيتها بالمقلوب. طيب عايزين نقول ان احنا نتعامل مع شخص عنده يعني شخص معقد شوية، او شخص ما بيخشش في علاقات عاطفية بالسهل، ولا بيخش في علاقات متوصل لزواج وأسرة بالسهل. متعب، انت بتتعامل مع شخص متعب ولازم تكون عارف ده. مشاعره شوية يحس ان هو شايفك كمستقبل وكزواج وكأسرة وبيت وأطفال، وشوية يبقى عنده قلق شديد واكتئاب ويأس. هو ما بين وما بين لأ، بالنسبة لي هو لسه ما خدش القرار، او يعني يحس انه تمام انت الشخص المناسب ليه، وانه يبني معاك بقى علاقة مستقبلية. من جواه او مشاعره بيقوله ان انت الشخص المختار، او انت الشخص الصح، وان الوقت بيعمل لحسابك انت وهو، وان الوقت كفيل، يعني زي ما يقول اذا ما يكون زي ما يكون ايه، ان في وقت محدد انتوا اتنين هتكونوا مع بعض، وهو ساعتها مش هيحس باليأس او القلق او الخوف، وهياخد الخطوة تجاهك، تمام. وكمان الشخص ده يمكن يكون بيحلم بيك، او بيشوفك كتير، او بيسمع صوتك كتير قدامه وانت مش قدامه. في بينكم صلة، في بينكم تواصل. طيب برضو هتقولوا برضو انتي ما قلتيش مشاعره. انا شايفة بصراحة يا جماعة ان هو بيفكر بالعقل اكتر من المشاعر بالنسبة لك او من ناحيتك، وبرضه بالرغم ان هو بيفكر بالعقل الا ان برضه بيخاف وبيرجع وبيبقى عنده قلق شديد وفي طاقة خوف ناحيتك، في طاقة خوف وفي طاقة يعني مش عارف ولا لا. المشاعر هو من احساسه حاسس، من احساسه هو من جواه حاسس ان هو متعلق بيك، انت في حاجة كده هو معلق يعني متعلق بيها ناحيتك، وانه ساعات بيحس ان هو شايفك كمستقبل وكأسرة، وانك فرصة حلوة جدا ليه، وانك شخص يمكن هتعمل له لم شمل، بس بيخاف. فلو جينا نتكلم عن المشاعر هنقول ان هي مشاعر تعلق بيك، تعلق، وسايب كل حاجة على ربنا للوقت المناسب. والظاهر ان الشخص ده بقالكم كتير جدا معاه وتعبكم، وتعبني انا شخصيا، يعني شخص متعب قوي. فانت تبقى معايا عارف ان هو مش هياخد قرار في الفترة اللي جاية او لسه، وان هو عشان ياخد قرار بيقعد وقت طويل ومش بسهولة، لا، وهو شخص متردد حتى من ناحيتك، متردد وكمان كتوم، وفي اسرار او في حاجات في حياته يمكن محدش خالص يعرفها، هو بس اللي يعرفها، هو كتاب مقفول، تمام. طيب
نورتوني وشرفتوني، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم بإذن الله. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو وشير لأصحابكم برضو عشان يشوفوا القراءة يعني. وكمان بالنسبة للقراءات المجانية، أنا إن شاء الله والله بجد يعني هعمل لكم، متقلقوش. بوست على الكوميونتي بتاعت القناة، بس يكون سؤال واحد بس عشان أقدر إن أنا أجاوب، لأن أنتوا طبعا عارفين أنا كنت يعني في عندي يعني مشكلة وكده تعبانة، وعايزة برضو إن أنا أفرحكم ومحدش يتضايق كده. فياريت اللي يكتب السؤال يكون سؤال واحد بس، وإن شاء الله انتظروا البوست بتاع القراءات المجانية على الكوميونتي بتاعت القناة، وأشوفكم بخير إن شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.